السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا اصدقائي في فيديو جديد من قناة دروس انجلش ان شاء الله النهاردة هنشتغل معاكم من كونكت فايف الصف الخامس الابتدائي الترم الاول من كتاب ستيب اهيد خلصنا يونت 3 ايه ان شاء الله في الفيديو ده هنخلصه وهناخد اخر تو لسنز 5 اند 6 بس يا ريت قبل ما تبداوا معايا الفوكابلوري تدعموا الفيديو بلايك وما تنسوش تشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد هنا عندنا الفوكابلوري كده يونيفورم 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 اللي هو الزي الموحد زي ما تكون مثلا المدرسه كلها ده زي موحد ال الشركه مثلا ما بيلبسوا شبه بعض ده زي موحد يونيفورم يونيفورم تراوزرز تراوزرز يعني بنطلون بنطلون تراوزرز تراوزرز سكرت سكرت يعني جيبه سكرت سكرت vest فست يعني اللي هو السديري بتاع البدلة فاست فاست جاكت جاكت اللي هو المعطف او الجاكيت جاكت تاي تاي اللي هي الكرافطة تاي تاي شورت سليف شيرت شورت سليف شيرت يعني ايه يعني قميص بنصكم شورت سليف شيرت شجد شيرت شجد شيرت اللي هو قميص كروم بس مش كروم مقلم مثلا لا كروم مربعات كروم مربعات شجد شيرت سمارت 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 يعني انيق دارك بلو ازرق غامق طب على عكسها بيل بلو ازرق فاتح يبقى الغامق دارك ال الفاتح بيل لايت سترايبس light stripes يعني خطوط خفيفة الكرافته مخططة خطوط كده مش باينة خفيفة لايت يعني خفيف سترايبس اللي هي ايه الخطوط دريس دريس يعني فستان دريس يعني فستان ستايلز 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 يعني انماط انماط ستايلز ستايلز فيستس فيستس يعني اعياد فيستس اللي هو فيست عيد feasts celebrations celebrations يعني احتفالات celebrations colorful colorful يعني ملون ملون مزركش بالالوان في الوان مبهجه colorful bright colors bright colored bright colors يعني الوان براقه bright colors الوان فاتحه كده مبهجه للنظر جولد جولد يعني ذهب جولد جولد اللي هو الذهب اللي احنا بنلبسه الزينه ال... ال... بتاعت النساء سيلفر سيلفر الفضه بيلبسها الرجال والنساء ريد and learn ايه... نشوف هنا ذا سكول يونيفورم يعني الزي المدرسي هنا هنتكلم عن الزي المدرسي عندنا ايه خمس طلاب هيحكولنا عن الزي المدرسي بتاعهم هنا student A الطالب الأول أنا أقرأها معكم إنجليش وبعدين نقولها بالعرب I really like our school uniform Everyone wears a short sleeved white shirt The girls wear a blue skirt And the boys wear blue trousers We all have to wear white socks and black leather shoes It doesn't get very cold here But when it does we can wear our blue sweaters يعني ايه بيقول لنا هنا انا بحب الزي المدرسي بتاعي واحد بيحكي لنا عن الزي المدرسي بتاعه بيقول ان هو بيحبه طيب بيقول ان كلنا بنلبس قمصان بيضة باكمام قصيرة قمصان بيضة باكمام قصيرة طيب البنات بتلبس جيبة زرقاء والولاد بيلبسوا بنطلون ازرق البنات بتلبس جيبة زرقاء والولاد بنطلون ازرق اوكي طيب وي اول بيقول لنا هنا يجب ان نرتدي جميعا شرابات اللي هي الشرابات البيضاء شرابات بيضة واحذيه جلد سوداء والحذاء بيكون جلد اسود بيقول لنا ان الطقس ما بيكونش بارد جدا ولكن لما بيكون بارد بيضطروا ان هم يلبسوا ايه يلبسوا السويتر بتاعهم اللي هو لونه ازرق يجبا ليست يدنتبي وهو الطالب التاني بيقول at school في المدرسة I wear a pale blue shirt and dark blue trousers. We have to wear a tie every day. It's dark blue with light blue stripes on it. The girls in my school also wear a pale blue shirt, but they don't wear trousers. They wear a blue and white شيك سكيرت The girls don't have to wear a tie يعني ايه بيقول لنا ان في المدرسة بيلبسوا ايه بيلبسوا قمصان زرقاء ولكن باهتة اللون القمصان الزرقاء بتاعتهم لونها باهت والبنطلون بيكون ازرق غامق وبيلبسوا بنطلون ازرق غامق بيقول لازم يلبسوا رابطة عنق اللي هي ايه اللي هي الكرافتة لازم يلبسوا كرافاتة كل يوم طيب وبيقول الكرافته لونها ازرق غامق وفيها خطوط زرقاء خفيفه ازرق غامق وفيها خطوط زرقاء خفيفه بيقول لنا البنات في المدرسه بيلبسوا قمصان زرقاء باهته اللون قمصان زرقاء باهته اللون ولكن ما بيلبسوش ايه ما بيلبسوش بناطيل بيلبسوا جيبه كاروهات لونها ايه لونها ابيض في ازرق جيبه كروهات لونها ابيض في ازرق ومش ومش مطالب منهم ان هم يلبسوا ايه يلبسوا كرافاتة لكن الولاد هم اللي بيلبسوا الكرافاتة student C بيقول لنا our school uniform is really smart. We have to wear a white shirt with a red tie. we wear a dark grey skirt and a blue jacket يعني ايه بيقول لبس المدرسه بتاعنا او الزي المدرسي بتاعنا انيق جدا بيقول لنا ان احنا بنلبس قميص ابيض وكرافته حمراء قميص ابيض وكرافته حمراء إيه إيه والبنات بتلبس ايه جيبه رماديه غامقه جيبه رماديه رماد اللي هو الرصاصي إيه غامقه وجاكت ازرق وجاكت ايه وجاكت ازرق اوكي okay? اوكي okay. هنا بيقول لنا بقى student دي The girls and boys have different uniforms at my school. The boys wear light green shorts and long green socks. We wear white skirts and we have got a dark red sweater for when it gets cold. My sister's uniform is different. She wears a blue skirt and a yellow t-shirt. تعالوا نشوف هنا الولد ده بيحكي لنا بيقول ايه؟ بيقول ان الولاد في المدرسه بتاعته والبنات بيلبسوا لبس مختلف عن بعضهم. الولاد بتلبس شورت أخضر فاتح وشراب أخضر طويل الولاد بيلبسوا شورت أخضر فاتح وشراب أخضر إيه؟ طويل طيب وبيلبسوا قمصان بيضة قمصان بيضة وعندهم إيه؟ سويترات حمراء أحمر غامق حمرة داكنة يعني أحمر إيه؟ أحمر غانق. غامق هنا بيقول لنا دارك ريد اللي هو النبيتي إيه عندما يكون إيه لما بيكون إيه الطقس إيه وين عندما it's جيت كولد عندما يكون الطقس إيه الطقس بارد طيب بيقول هنا my sister's uniform is different يعني عفواً الزي بتاع أخته مختلف الزي بتاع أخته مختلف بيقول لنا برضو إن هي بتلبس جيبه زرقاء وتي شيرت أصفر جيبه زرقاء وتي شيرت أصفر student Eba وهو آخر student معانا بيقول Our uniform is a dark blue skirt for the girls or dark blue shorts for the boys A pale blue cotton shirt with socks and black shoes When it's cold we wear dark blue vests or jackets I like my uniform تعالوا نشوف بيقول لنا ايه بيقول لنا ان البنات في المدرسه بتاعته بيلبسوا ايه بيلبسوا الجيبه زرقاء غامقه ازرق غامق الجيب بتاعهم ازرق غامق والولاد بيلبسوا شورت ازرق غامق شورت ازرق غامق تمام تمام القميص بقى قميص قطن ازرق قميص قطن ازرق كوتن شيرت قميص قطن ازرق طيب ازرق ايه بقى بيل باهت هنا كاتب لنا ابيل يبقى الازرق ايه بتاعه باهت طيب الشراب بيكون ابيض والحذاء اسود الشراب ابيض والحذاء اسود بيقول عندما when it's cold when عندما يكون الطقس بارد بيلبسوا ايه بيلبسوا اللي هو السديري اللي قلنا اللي هو بيبقى القطعه التانية فوق القميص كده في البدله آه السديري بيكون ازرق غامق او جاكت وبيقول ان هو بيحب الزي المدرسي بتاعه او الزي الخاص به I like my uniform هنا بيقول لنا clothes in Mexico يعني الملابس في المكسيك These girls are wearing traditional Mexican dress بيقول لنا ان البنات دي هنا في البيكتشرز اللي معانا دي بس هي الصورة مش واضحة قوي وهنا إن الفتيات دول بيلبسوا فساتين مكسيكية تقليدية فساتين مكسيكية تقليدية they are very colorful قلنا colorful يعني إيه زهية ألوانها إيه ألوانها زهية there are lots of colorful stripes on the dresses بيقول لنا فيها خطوط كثيرة ملونه على الفساتين مخططه فساتين مخططه girls in mexico wear dresses like these during feasts and celebrations بيقول لنا ان الفتيات اللي في المكسيك بيلبسوا شبه الفساتين دي في الاعياد والاحتفالات اللي هي الفساتين ايه الزاهيه المخططه الملونه بيلبسوها في الاعياد في الفيستس والسيليبريشنز والاحتفالات مكسيكيان جيرلز لاف برايت كالرز بيقول لنا ان الفتيات بتوع المكسيك او بنات المكسيك بيحبوا الالوان الزاهيه بيحبوا الالوان الزاهيه even when they are not celebrating they wear bright um, colorful clothes بيقول حتى لو ما عندهمش احتفالات فهم بيلبسوا ملابس ايه ملونه وزاهيه people in mexico wear hats to protect their faces from the sun this is a sombrero it's a traditional mexican hat يعني ايه يعني بيقول لنا ان الناس في المكسيك بيلبسوا القبعات دي اللي هي دي القبعه دي بيلبسوها عشان يحموا وشوشهم من الشمس والقبعه العريضه دي ايه بيقول لنا ان هي قبعه مكسيكيه تقليديه يعني دي حاجه طبيعيه عندهم هناك في المكسيس في المكسيك سوري اي اي حاجه طبيعيه بيلبسوها اوكي يعني تقليدية شيء تقليدي there are lots of different styles of sombrero بيقول لنا ان في ايه في انواع مختلفه من السومبريرو طيب اللي هي القبعه دي فيها منها انواع مختلفه طيب في ايه some have stripes and some are very colorful some even have gold and silver on them بيقول لنا في منها ثلاث انواع ذكرهم لنا في نوع زاهي الالوان في الوان كالر فول كده زاهي وفي إيه وفي نوع ايه في نوع مخطط هاف سترايبس اللي هو المخطط وفي نوع هاف ايفن جولد في ايه في قبعات فيها ذهب وفضه يبقى التلات انواع واحد مخطط والتاني زاهي الالوان والتالت ايه في ذهب وفضه ده طبعا عن قبعه ايه السومبريرو اوكي The adjectives order يعني ترتيب الصفات لما بنستخدم أكتر من صفة في إيه في جملة هنا جايب لنا لما نيجي يجي لنا جملة كده وعايزنا نستخدم فيها أكتر من صفة طيب هنا بقى بيقول لنا إيه بيقول لنا هنا عندنا الصفة سايز اللي هو الحجم أو المقاس سايز اللي هو إيه الحجم أو المقاس طبعا عارفين age العمر color اللون material اللي هي المادة الخام طيب بنرتب الصفات على حسب الأربعة اللي عندنا دول بنبدأ بالسايز بنبدأ بالحجم بعدين بنبدأ بالعمر اوكي بنبدأ بالع... بعدين نبدأ بالعمر تالت حاجة بنبدأ بيها الكالر اللون اللون طيب اخر حاجة بنبدأ بن... بنحطها في الصفات الماتيريال الماتيريال حطوهم كده في مربع جنب بعضه قسموه اربعة هنا السايز هنا الايدج هنا الكالر فول هنا, هنا, هنا الماتيريال لازم نرتب الصفات علي حسب النمط ده على فكرة الجزء ده مهم جدا الصفات زي بيج small large long short

وبعدين جاب ما عندناش عمر يبقى هنعدي الايدج ونشوف اللي بعده الكالر جاب الوايت وبعدين الماتيريال اللي هي الكوتون نشوف example كمان these are small old شوز جبنا small size سايز shoes شوز اولد اولد اللي هو العمر يبقى جبنا بعدها العمر على فكرة مش معنى ان هو قال سايز ايج كولر ماتيريال يبقى احنا لازم نلاقيهم في الجملة لا لازم تعرف ان ده الترتيب جالك بقى كولر وماتيريال تبدأ بالكولر وبعدين الماتيريال جالك ايج وماتيريال تبدأ بالايج وبعدين الماتيريال اوكي مش لازم تلاقي الاربعة بس لازم تعرف ايه قبل ايه I bought a light blue linen shirt جبنا هنا اللون الكالر وبعدين الماتوريال She has a new red dress جبنا ايه new الاولد الاج سوري age وبعدين red اللي هو الكالر اللون exercise on lesson 5 and 6 two lessons دول هنحل عليهم ال exercise exercise number 1 read and complete the text هنحل التكست بالبوكس بتاع الكلمات اللي عندنا these girls are wearing قلنا wearing ايه بيلبسوا traditional Mexican dress فساتين مكسيكية تقليدية there are lots of colorful colorful ايه colorful stripes on the dresses girls in Mexico wear بيلبسوا ايه wear dresses like this during festes and ايه الاعياد with celebrations and الاحتفالات Mexican girls love uh, bright colors Exercise number two, choose the correct word. Everyone wears a short sleeved white ولا white short sleeved. طب احنا هنختار على اساس ايه؟ على اساس ان احنا قلنا لما بيكون في اكتر من صفه في الجمله بنبدا بالسايز مع, مع بالسايز ما عندناش سايز بندور على age على color على material هنا عندنا شورت ووايت الاتنين بادئين. هنا short ده ايه ده سايز ما ينفعش بقى نروح نبدا بايه؟ بكلر. يبقى شورت سليفد وايت عرفنا جت منين؟ Our uniform is a shirt Our uniform اليونيفورم بتاعنا إيه ها هنبدأ بإيه هتبقى بيل بلو كوتون نفس النص اللي إحنا ماشيين عليه لو سايز إيج كالر ماتريال هنا بدأنا بالكالر وبعدين الماتريال لإن مش جايب لا سايز ولا إيج. The boys wear socks Green long ولا long green ها زي بقى ما احنا متفقين Long green These are modern big brown ولا brown big modern ولا big modern brown Big size أول modern brown Big modern brown القاعدة دي لازم تتحفظ This is a New black linen, black new linen, linen new black, new black linen. My grandpa had a large old woolen, large, uh, sorry, large old woolen. She is wearing a socks she is wearing a big dark green big dark green بدأنا بالسايز أهو طيب this is a this is a new gray small cotton small gray new cotton small new gray cotton جلابيه small new gray cotton small gray new cotton اوكي لو حفظناهم هنعرف نحل اي سؤال. Number 3: Put the adjectives in practice in the correct order. She wore a dress. هنا عندنا الصفة عايزين نرتبها صح cotton وعندنا green طبعا هتبقى green color اول وبعدين وبعدين جرين cotton هن إيه هنعكسهم green cotton he had to wear an hat orange و old هتبقى old orange العمر قبل اللون old orange برضو هنعكسهم dad bought me a new white هتبقى ايه هتبقى برضو new white هتبقى صح مفيش فيها اي اختلاف new white العمر وبعدين جاب اللون number 4 the shoemaker made dot shoes leather small طبعا هتبقى small leather الحجم وبعدين الماتериал size وبعدين material. I put a dot jacket for the party green and new طبعا هتبقى ايه هتبقى new green برضو دول هيتعكسوا write a description وصف of your favorite clothes include adjectives and made sure they are in the correct order عايزنا نكتب وصف للملابس المفضلة ونستخدم ايه نستخدم فيها صفات A my favorite clothes are ها. لازم نستخدم صح ممكن نقول ايه short modern clothes my favorite clothes are short modern clothes طيب هنا بيقول لنا I have a dot which is dot I have ايه طبعا احنا بالنوتات هنقول I have a dress which is ايه ها الدرس ماله new new جديد I also like the ايه مثلا نقول ايه the white و ذا وايت مثلا وايت ايه وايت ايه وايت إيه وايت إيه 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 كوتون ممكن نقول اي اولسو لايك وايت كوتون جب بحب ايه الجيبه القطن بتاعتي زي ار ماي فيفرت بيكوز ده المفضل بتاعي لانها كومفورتبل لانها مريحه وانتم ممكن تغيروا اللي انا قلته ده تكتبوا بالصيغه اللي أنتم تعوزوها وبكده يكون اللسن خلص التو ليسنز خلصوا واليونت خلص والفيديو خلص والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته